السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. ما شاء الله وانا مدوى واحد السلسله ديال لونطريمون خصها في هذا الحجر الصحي. شحال من واحد ماشي تريني ولا عنده الضيق ولا شحال من حاجه، فما نترينيو في البيت، يعني ماشي شي بيت كبير ولا شي حاجه. غادي نوريكم شحال ونترينيو، يعني ما كاين لا كاين اللي ما عنده لا ليبو ولا عنده لا تقول لا والو، يعني ما نحتاجو لا ليبو ولا تقول لا والو. نترينيو بالوزن ديالنا والكابل هذا لاسيك. بقاو معنا. اول تمرين نديرو اليوم للصدر، نبدا بالكابلي. عند عاده جن فلازار كنبدانيش بهاد التمرين ديال فيزافي زول الوكيل، كدورو مورا الظهر هما كنحاولو نجيبوه في الوسط ديال الظهر. كتشد من هنايا شحال هاكا، اهم حاجه كيبقى في الوسط ديال سميتو، تحاول تحل واحد شويه تجيب الوسط على كتخدم. ماشي مشكل لانك غتخدم واقف، ماشي تخدم بحال هكا عاوتاني متكي، تقدر تخدم بحال هكا. حنا غنخدمو شويه واقفين بحال هكا باش نركزو شويه على العضله ديال الشوفا. مشينا نضربو اربعه ديال التمارين، كل اربعه ديال السيريات، كل سيري 20 نقطه كما العاده. السيري الاول على بركه الله. عشرين نقطة كتحس بالصدر، هادو أهم حاجة في الكابلي وفي الصدر. وكتي كتخدم الصدر هو تقلب على التكنيك، حتى ملي كتكون جاي يعني متمشيش مارخي بحال هكا بحال كتخدم شي حاجة عادي، كتركز على الصدر. يعني نتا هنا كتجمع، ملي كتجمع كتوصل هنا خص الصدر هنا تحس بالبوم في الصدر، يعني بحال كتجر الدخول ديالك بالصدر، يعني بحال تزير على الصدر هنا، ترجع كتزير على الصدر هنا بحال هكا. ماشي ضروري تحل يدك، ماشي ضروري تجمع بزاف العبارة، هذا هو العبارة ديال اليدين مبقى بحال هكا، تا هما كتركز على الصدر. مشينا السيري الثاني، كما قلنا تحاول تجمع الكابل بحال هكا، كتجيبو في تحت الكتاف واحد شوية. هاذي هنا جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ديما أنا كنحاول نمشي بعشرين نقطة، هذا أنا عندي هذا مبدأ ديالي، حتى في لاصال خا تقول ولا أي حاجة كنحاول ديك عشرين نقطة نكمل. بون هذا أنا كنفضل، أنا ضد داك بقا يقول لك عشرة نقاط، ثمانية نقاط، سبعة نقاط. انا ضد هذيك الفكره، في العماص ولا في التنشاف 20 نقطه هي 20 نقطه. شوف السيري الثالث في الموفمون الاول، كما قلنا حاول جيب هنا
واحد جوش تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة واحد جوش تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة. السيري الأخر التمرين الأول dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, سالينا من التمرين الاول ندوزو للتمرين الثاني ان شاء الله. كما شفتو ضربنا ربعة ديال السيريات، كل سيري 20 نقطة، يعني تحس بالصدر انه ثابت، كتحس بواحد البوم، وفي نفس الوقت كيصدر بزاف ديال العضلات كتسخن باش دوز التمارين اللي كيكونو شوية صعب من التمرين الاول. فبقاو معنا ان شاء الله ندوزو للتمرين الثاني. ما كاينا جبد ما عندك التمرين الثاني غنخدمو تراكسيون شوفال، يعني عندنا الكرسي، رجليك فوق الكرسي تخدم تراكسيون. انا التمرين هذا وبصراحة صدر ديما انا اغلبية نخدم تراكسيون شوفال، حتى لو بغيت نخدم تراكسيون قدام كنخدم تراكسيون عادي، لان الشوفال هو اصعب بلاصة يقدر تزاد، يعني كتلقى فيه واحد ديما كلشي عندو مشكل في الشوفال. فانا كنركز ديما نخدم تراكسيون شوفال في الدار، اي نوع ديال التراكسيون كنخدمو كنخدمو تراكسيون شوفال، يعني هادي عادة. التمرين الثاني تراكسيون شوفال غنمشيو كيما هو، تا هو ربعة ديال السيريات، ونقدر نديرو خمسة. نحاول ديما عشرين، أنا غنحاول ديما 20 نقطة، تقدر شي 10 12، المهم لي كتقدر عليه، لأن التراكسيون حنا عارفين شوية صعيب، والشوفال صعيبة بزاف، فا لي قدرتي عليه ديرو، حاول دير الماكسيموم ديالك، يعني على الأقل 10 ديال النقط. مشينا كاينة السيري الثاني تراكسيون شوفال، ديما ان شاء الله 20 نقطة. ديما السراحة بين التمرين والتمرين السيري والسيري، يعني 30 ثانية ماكسيموم 30 ثانية، كل ما شقا ديما دات هذا في الريتم، في نفس الوقت
تستغل الوقت، يعني كل ما تسرع شي بزاف كل ما كتضيع الوقت. سيري تشالت جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة. سير رابع عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ملي كتخدم تكنيك ونقاط بزاف كتحس بالخدمة ديال بصح. كنا كنضربو عشرة عشرة بالنسبة لبنادم لي شوية مدوز لونطريما معايا عشرة نقاط ما ديري هو بنادم يلا بادي يضرب عليك على الجهة ديالو يضرب عشرة نقاط 12 15 كل ما يضرب المهم يحاول يجيب الماكسيموم ديالو وتحس بالفرق بزاف. يعني مع المدة غتصافي غتعود على التراكسيو غتعود على شحال من حاجة. المشكلة ديال التراكسيو شحال من حاجة ان شحال من واحد كيترين في لاصال تلقى عندو تبارك الله فورما وكلشي ولكن كينسى كينسى التراكسيون كينسى البار فيكس كينسى الباراليل. ملي كيجي يخدم كيلقى فيهم صعوبة. كاين لي ميقدرش يضرب بار فيكس كاين لي ميقدرش يضرب باراليل وخا عندو 20 عام ديال لاصال. هذا هو الخطأ. الأساسيات ديال الميسكيلاسيون راه هما التراكسيون بار فيكس باراليل هما الأساسيات. يعني ديما خصك تحافظ عليهم. السيري الخامس والاخر هاد الموفمون هادا شي جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. تمرين تشالنج تحاول تضيق عمرك هدا هو العبارة شي هاو بقا مضيق كيبان ها كيبان يعني مضيق خدم تراكتيزيا باش خدم الوسط ديال الزدان. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. السير الثاني في الموفمون الثالث جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود
كيجي شويه صعيب، ولكن وعندنا ما نديرو، ما كايناش بعد ما عندك. نادم لي على بعدي بشويه بشويه احسن. دابا المهم حاول اضرب نقاط على حساب الجهد ديالك، ماشي مشكل ضربتي 8 ضربتي 7 على كان هكا الماكسيموم ديالك 8 ماشي مشكل. اما كندوي على الناس لي كيخدمو تراك في ديما تاني فاصا ديما، خاصك تضرب ضروري تفوت 10. انا كنفضل ديما تفوت 10. تا غنضربو في 4، ضربنا في التاني ضربنا في 5 سيريات، تا غنضربو في 4 سيريات. ضربنا دابا 2، باقي لنا 2، مشينا توكلنا على الله. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هذا وقت صعب وهذا وقت صح، ولكن ما كاينه شبعت ما عندك. سير الاخر التمرين الثالث يا بسم الله. سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. سالينا من التمرين الثالث، ندوزو دابا التمرين الرابع. شو دابا التمرين الرابع؟ غنخدمو تراكسيو بلا عادية، تاهي 5 ديال السيريات. يديك ماشي معرض وماشي مضيق، انا تخدم عادي، تحاول تجيب الزاويه ديال الكتف ديالك. ها مشينا التمرين السيري الاول في التمرين الرابع يا بسم الله. كما قلنا ما معرضش وما مضيقش، يعني عادي حسب العبار ديال الكتف ديالك. اهم حاجه ديما تكنيك، تركز على التكنيك، يعني تخدم تحاول تركز على السده ديالك. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة. السيري الثاني في التمرين الرابع، بسم الله. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. دوزو دابا السيري الثالث في التمرين الرابع. كما قلنا ما تحلش بزاف يدك وما تضيقش بزاف، يعني مع العبار ديال الكتاف ديالك.
جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. السيري الرابع والاخر في التمرين الرابع غنضربو خمسة ديال التمارين عاد السيري الاخر هذا في التمرين الرابع باش ندوزو للتمرين الخامس. توكلنا على الله. نخدمو دابا كونتر شوفال بالكابلي. اللي ما عندوش الكابلي يقدر يستعمل الكرسي ولا شي حاجه. انا نوريكم الطريقه. يعني حطيت لي كرسي بحال هكا وخدمتي لهنا. يعني تحاول تخدم واحد شويه ديال الكونتر شوفال يعني تحت ديال الزدر. يعني اللي ما عندوش الكابلي يخدم بالكرسي بحال هكا ولا شي حاجه وهم عالي واحد شويه يركز على التحديث. انا كنفضل نخدم بالكابلي لانه عندي الكابلي هنايا في نفس الوقت كنركز بزاف على الطريقه ديال التمرين تكون مزيانه. يعني كتجيني شويه سهله هذه ديال التراكسي. كي بالنسبه لي ما عندهمش الكابلي مزيان يدير كرسي ولا يدير شي حاجه شويه ويضرب التراكسي بحال اللي بحال النظام اللي غنشوفو دابا في كيفاش تخدم. انا ندوزو التمرين الخامس والاخر. كما قلنا ندوزو للتمرين الخامس والاخر نخدمو به تحت الصدر يعني الكونتر شوفال. الطريقة شنو هي؟ يعني عندنا الكابلي كتحاول تحط على تحط فوقو تهبط عليه بحال لي زعما بحال لي غادي تخدم ولا غادي تخدم كتاف ولا شي حاجة. يديك كدورو يعني بحال غتخدم بحال غتخدم بيسيبس. الهدف هنا شناهو؟ يعني اش الحركة غي شحال من واحد غيشوفها غيقول كتاف وهي راه ماشي كتاف. هي كونتر شوفر يعني كتخدم سداش يعني هنا وكتطلع كتحاول واحد شويه بحال تجمع كتحاول بحال اللي بحال ملي كتكون جاي ما كتشيش بحال هكا كتحاول تجمع. يعني ملي كتجمع واش كتخدم السدر يعني كتزير على السدر ديالك. هنا راه تجي في هكا فغتخدم كتاف. فاما لا جمعتي هنا شويه واحد شويه كتحاول تجمع هنا يعني كتركز على تحت ديال السدر. الحاجه المهمه اللي قليل اللي كيعرفها وان تحت الخدمه ديال تحت ديال الصدر كتعاون في الشوفال تاعي. يعني كتخدم بها الشوفال يعني كتخدم هاد الزاويه. ف شحال واحد ما كيركزش على اللومبا على الكونتر شوفال لانه كي شحال واحد كيلقى اللي كيقول لك لا خايب لان الكرسي كيكون في حال ما كيدور في الراس. ولكن هو راه مهم بزاف ماشي غير تحت الصدر ولكن حتى الشوفال تاعو. ف نبداو التمرين الخامس السيري الاول. كما قلنا يعني كتحاول تشد الشده بحال تخدم بيسيبس كطلع وتحاول تزير يدك. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرين نقطة كما العادة. أهم حاجة لاحظتو ماشي ضروري طلعتيها لفوق. أهم حاجة هو تركز على السدر يعني تحط توصلها هنايا
تحس ان السدر هو اللي كتخدم مركز على السدر 100% فكتكفي عليك الخدمه، ماشي ضروري طلعتي على الفوق وجهه لا، حاول تركز على اهم حاجه هنا حدك هنايا وتركز على السدر. شوف السيري الثاني في التمرين الخامس وكنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية عشرة عشرين. سيري الثالث موفمون خمس كما قلنا التمرين هذا خاص بتحدي السدر يعني كونتر شوفر و تعاون كف الشوفر يعني مهم بزاف. كنا الله واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سبعة مية جو عشرة. سير الأخر التمرين الخامس واحد جوج ثلاثة أربعة سبعة ثمانية عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة. سيرينا التمرين اليوم للعضلة دي الستة كما شلنا سيرينا اليوم عضلة دي الستة دون الستر شوفار بلا كونتر شوفار فحصة مزيانة في الدار يعني بالأوزان يعني بوزن ديالك ولا بالكابل كما شتو فأحسن حاجة يعني أنا كما كنقول يعني مورا الفطور حتى تسوي عدل المكانة تريني راه مزيان. سالينا اليوم حصة ديال الستر غدا ان شاء الله عندنا كتاف ان شاء الله نترينو نتوما واحد الحصة تكون مزيانة فميعادونا ان شاء الله غدا الا بغى الله ولا بقينا في الحياة وما كاينه جباد ما عندك.